واخيرا خلصنا يا شباب جميع المراجل الموجوده في لعبه هورايزن زيرو دون. طبعا اللي ما شافهمش ممكن يرجع يشوفهم الفيديوهات اللي فاتت وطريقه دخولهم والخروج منهم. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، ونكمل مع بعض مسيره الوي وندور بكده. يبقى فاضل بس اختبارات الصيد اخديد الشمس، وده اخر اختبار صيد كان لازم اجله للاخر علشان لازم اتجاوز روبوتات متوسطه الحجم، ولازم اخلص مراجل معينه عشان افتح التجاوزات هذه الروبوتات واقدر اكمل اختبارات الصيد. لو انت اول شوف فيديو بتاعي وحابب تدعمني ممكن تنزل تشترك في القناه، ممكن تعمل لايك للفيديو، وطبعا كومنتاتكم يا جماعه مهمه جدا جدا وبرد عليها كلها، وطبعا اللايكات على قد ما تقدر عشان كمان الكلام ده بيساعد الفيديو على الانتشار. وهيا بنا يا شباب نذهب الى هناك. طبعا المعلم عليا اوريدي اختبارات الصيد هنا فين في هذا المكان. هنا في فاست ترافل؟ لا اعتقد في فاست ترافل، في هنا بس في الحته دي. نذهب الى هناك يا شباب واشوفكم هناك. ها قد وصلنا يا شباب الى حارس الصيد او حارس اراضي الصيد. طبعا انا معايا كل حاجه تقريبا، مش محتاج حاجه من التاجر دلوقتي. مساء الخير عدتي، انا سعيد. وانا كمان سعيد والله. شوفوا يا جماعه انا عملت الاختبار ده الاول كده بس مسجلتوش، ده اختبار رفع جرديد الروبوتات، بس انا هعمل له تاني برضه عشان خاطر الفيديو لازم اسجل فيه كل حاجه. ناخدها واحده واحده كده. في هذا الاختبار عليك استخدام المدفع على ظهر رافجر لتدمير الروبوتات الاخرى. يمكنك ارداء المدفع او استخدام رمحك الخاص هذا للتحكم بالرافجر وحمله على القتال لصالحك. وهاك نصيحه خاصه، حاول استخدام الأسهم المطاطية على مدافع الرافجر، سيعطلونها بضربة واحدة. طيب نأخذ الاختبار. أوكي اقبل الاختبار. خيار جيد، حظا سعيدا. طبعا أنا قدامي وقت قد إيه بقى؟ أنا رافجر ده المفروض مكانه رافجر أهو المفروض اسيطر عليه. في رافجر وفي ثاندر جو، في رافجر تاني اهو، وفي رافجر لا ده مراقب رخم موجود بس ايه للغلاسه مش اكتر. طيب رافجر انا ممكن اروح عند الرافجر ده واتسلل من وراه. انا همشي بالطريقه بتاعه اللي انا اسيطر عليه. Let's go. تعال. ايوه انا اول مره اتجاوز رافجر يا جماعه. اديله بقى اديله بترحموش اديله. ايوه اديله بترحموش. ايوه وده كمان وده كمان. بس تم الاختبار يا جماعه كده بحمد الله بمنتهى السلاسه. نلحق بقى نهرب بسرعه. تم يا باشا. لا مش التاجر انا فاكرك انت. الحاول اللي انا فيه ده. أداؤك في ذاك الاختبار جنى لك شمسا براقة. حلو. تعال بقى ايه اختبار التحكم بالرافجر. أعلم من تكونين يا فتاة، النورة التي تتحكم بالروبوتات، لذا لدي الاختبار المناسب لك. استخدمي رمحك للتحكم باثنين من روبوتات الرافجر ليساعدوك في الإطاحة بثاندر جو. يبقى لازم الاثنين بقى. نقبل الاختبار. حسنا فلنرى مقدرتك. طب ممكن نجرب طريقه جديده بقى المره دي. انا هسيطر على الناس دي بسرعه، بعد ما اسيطر عليهم احارب ثاندر جو معاهم. نجرب كده نشوف الموضوع ده.
تعالى. ايوه بسرعة بسرعة بسرعة. بسرعة 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 بسرعة. هيا إذا. تجاوز يلا تجاوز. أيوة أنا كده جبته تمام. طيب انت بقى ايه؟ تعال انت كده. تعال تعال اهدى شوية شوية. ماشي ماشي. هات بقى السلاح اللي معاك ده. ايوه. مش فيه ليه؟ فين السلاح التاني؟ فين السلاح التاني؟ خلاص؟ هتضرب عليا انا؟ خد دي. طيب انتوا قلبتوا عليا ليه؟ قلبتوا عليا ليه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ اهرب يا ايلوي بسرعة. ايه كده خلاص تمام؟ تم بحمد الله. دقيقتين عشر ثواني وقت قياس يا جماعه. المحاوله شمسا براقه. شمسا براقه. طيب فضلك بقى ايه المحاوله الثالثه؟ اختبار ثاندر جو ضد الرافجر. في هذا الاختبار استخدمي مدفع ثاندر جو لتدمير روبوتات الرافجر. يمكنك ارداء المدفع او استخدام رمحك الخاص هذا للتحكم بالرافجر وحمله على القتال لصالحك. ايوه ده طبعا. أو وربما تودين استخدام الاسهم المطاطيه على مدفع الثاندر جو. ضربه واحده ستعطله. نقبل الاختبار. جيد انطلقي وابذلي افضل ما لديك. تعالى بقى نسيطر بقى ايه اللحظه الحاسمه اللي نفسي فيها من زمان. اسيطر على الثاندر جو. نبدا منين بقى؟ نبدأ من هنا. يلا دقيقتين. تعال نام نام. ايه اللي بيحصل ده؟ سيطرة. هو ليه مش عايز يهدى؟ هو مربوط اوريدي. ايوه اتأخرت كتير انا في التجاوز. يلا يا عم انطلق. سيساعدني هذا. روح بقى شوف بقى الجول بقى.
يا ابن الذين. يا عين اختبأ الاختبار يا جماعة في دقيقة واتنين واربعين ثانية. ويا سلام يا سلام لما إيلوي تتألق، يا سلام. وكانت فكرة صائبة يا جماعة، وانا كده خلاص دقيقة 42 ثانية بعد ما كان عايزها في دقيقتين تقريبا. نروح نتكلم مع الصياد وناخد الشموس بتاعتنا ونرزق بيها بقى ايه اراضي الصيد. اسمه مش اراضي الصيد، اسمها محفل الصيادين. شوف الراجل هورينا ايه. اتفضل يا باشا. أداؤك في ذاك الاختبار جنى لك شمسا براقة. ووو. الفوز بالشموس يسمح لك باستخدام عتاد فائق في المحفل في ميريديان. جدي أيدابا وستساعد في إلباسك زيا جيدا. تمام كده، كده انا خلصت التلاتة، تم الحصول عليهم جميع، الوداع. طب يا جماعة انا شايف احنا كده يكون وصلنا لنهاية المقطع، ورب تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة في هذا المقطع وعرفتوا الطريقة اللي بنحصل فيها على اخر اراضي الصيد، وازاي نسيطر على الرافجر ونستعمل المدافع بتاعتهم ضد ثاندر جو والعكس. كان معاكم احمد بهجت يا شباب، جيمرز جنتلمان من قناة فرجني، واشوفكم فيديو جاي بقى، ومع السلامة.